لو قلنا من وقت ما اترفضت في الجامعة الأمريكية وفنون جميلة لحد ما بقيت قاعد قدامي دلوقتي، إيه اللي نقدر نشاور عليه ونقول ده مونولوج التحول في مشوارك في قصتك؟ لما وقفت قدام الكاميرا دي بالنسبة لي حاجة كانت تحول فظيع في حياتي. أول يوم طلعت في حياتي هوا كانت نقطة تحول في حياتي. كنت خايف، وساعتها المرحومة أستاذة سامية شرابي هي كانت رئيسة القناة، قلت لي أنت مذيع هوا، أنت زي ما تطلعش هوا. وفي بقى حاجات كتيرة حصلت لي في المشوار كلها نقطة تحول، على رأسهم مثلا أنا أبقى مذيع في القنوات المتخصصة وبرنامجي بيصرف على القطاع. ده شعور حلو قوي. بس يخوف. طبعا مرعب، لانه مسؤوليه طبعا. ولما اروح اي قناه ويتقال لي انت اللي شايل القناه، شعور حلو جدا بس مسؤوليه. مسؤوليه دي بتوترك ولا لا بترعبني؟ لا دي طبعا، لان انت عندك كرو وعندك قناه بيقول لك انت لو مشيت، وده حصل. ببقى في قناه وامشي بيحصل دروب فظيع، ودي حاجة أنا بالنسبة لي ما مش عايزة تحصل، لأن ده فلوس ناس زي ما بيقولوا، فأنا مش عايز حد يخسر بسببي.